في الحقيقة أنه مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج الهدف منها هو التوسع في نشر رسائل الوعي ما بين الشباب والفتيات، ده غير طبعا توفير حزمة من الخدمات للكشف عن الأمراض المعدية والغير سارية، عشان في النهاية يكون عندنا أسرة قائمة على المودة والتفاهم، وفي نفس الوقت تكون أسرة خالية من الأمراض الوراثية اللي بتنتج بشكل كبير زي ما احنا عارفين من زواج الأقارب. ويمكن بقالنا كتير قوي بنتكلم عن الموضوع ده، لكن لسه في ناس بتعمل ده بعد عام كامل بقى من إطلاق مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج. خلونا نعرف ماذا قدمت هذه المبادرة خلال تلك الفترة. بنرحب بالدكتور سمير الدميري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة. أهلا بك يا فندم، منورنا، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضراتكم. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل، كل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المستمعين كلهم بصحة وخير. حضرتك يعني طيب. حابين حضرتك تكلمنا عن المبادرة في البداية، حققت إيه السنة اللي فاتت، التأثير الإيجابي منها كان إيه؟ لو قلنا كده زي العام اللي فات ده، إيه اللي حصل فيها؟ طبعا يعني مبادرة المقبلين على الزواج هي مبادرة بتختص دايما زي عادة المبادرات في الفترة اللي فاتت في وزارة الصحة الحل السريع والمجابهة السريعة والتدخل القوي لأي مشكلة بتواجه الشعب المصري في صحته. كنا محتاجين مدخل نبتدي منه علشان نوصل لمفهوم الصحة الإنجابية للزوج والزوجة والأطفال العيلة كلها، لأن زي ما منظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة الإنجابية إنها الصحة الجسدية والنفسية بالإضافة إلى الصحة الجنسية العامة. فكان لازم من وجود مدخل نبتدي منه، فالمدخل ده واللي قررنا نبتدي منه هو مبادرة المقبلين على الزواج. مبادرة المقبلين على الزواج كان أعمال بتتم بشكل روتيني في الصحة من قبل، لكن تم تطويرها وإضافة بعض التحاليل الجديدة ليها أي علشان تبتدي. احنا السنه اللي فاتت احنا مستهدف الزيجات في مصر او متوسط عدد الزيجات في مصر 900,000 زيجه في فردين، بنتكلم في 1,800,000 فرد، فحصاد سنه هو 1,800,000 فرد تم عمل كافه التحاليل والفحوصات اللازمه ليهم، بالاضافه زي ما حضراتكم نوهتوا الجزء المهم اللي حضراتكم ركزتوا عليه في البدايه، تقديم التوعيه والتثقيف الصحي ورفع الوعي للناس دي بجانب التحاليل علشان نقدر ندخل بداية سليمة كده الحياة مختلفة عن اللي احنا كنا عارفينه واحنا في بيوتنا. طيب دكتور، تقبل الناس لهذه المبادرة عامل ازاي؟ يعني كويس جدا لانه مجبر عليها. مجبر عليها؟ ده عشان مجبر بس؟ لكذا شكل. يعني اولا انت مش هتقدر توثق الزواج الا ب اما يكون معاك الشهادة الصحية. الشهادة الصحية لا تمنع الزواج ايا كان، بس للمعرفه من باب العلم بالشيء يعني. فانا خصوصيه وسريه بيانات المريض بالنسبه لي ليه هو وفقط، بعرفه هو بحالته، بوعيه وبثقفه وبعمل له احاله في حالته. امام المأذون الزوجين بيتسالوا، حضرتك اطلعت على نتيجه التحاليل او نتيجه الكشف بتاعه؟ حضرتك اطلعت على نتيجه التحاليل والكشف بتاعها؟ لا، ولا حتى المأذون بيعرف ايه اللي في الشهاده. طلعت بس معرفه مصلحتهم على فكره، مش مصلحه حد، علشان يبداوا يتكلموا مع بعض عشان نشوف لو في مشكله نحلها. ففي الجزء الاول كان عامل الاجبار لانك مش هتقدر توثق الزواج هو الاهم، لكن الناس بعد شويه اما بدا يقارن ما بين تكلفه وسعر التحاليل والنتائج واللي بيسمعه واللي بيعرفه بالمقارنه باللي بيحصل في الخارج في المعامل الخارجيه او الخاصه، وجد ان وزاره الصحه بتقدم خدمه، وجد ان هو مش مجرد ورقه بياخدها، دي محطات بيعدي عليها عشان يوصل للشهاده بدايه. خدمه معناها ان هي مخفضه او مدعمه او كده؟ طبعا يعني تكلفه التحاليل والشهاده فرق كبير جدا عن اسعارها في الخارج. صح، هو بيدفع مقابل مادي نظير التحاليل، الخط الاول من التحاليل بلس ثمن الشهاده نفسها، لكن طبعا لا تقارن باي اسعار ثانيه موجوده في الخارج. فالناس لما لقت المحطات المختلفه، لقت توعيه، لقت تثقيف، لقت احاله في حاله ان حضرتك في اي نتائج زي امراض مزمنه، سكر، ضغط، سمنه، قلق، اكتئاب، لا قدر الله فيروس بي، فيروس سي، فيروس إيد، كل ده بنبدا يعني هي مش امراض عضويه فقط لكن كمان امراض نفسيه، لو حد عنده اكتئاب او قلق او الحاجات دي كمان بيتم الكشف عنها. طب احنا يعني عندنا ثلاث اعمده رئيسيين كده بنشتغل عليهم او كمان نقدر نخليهم اربعه، تحاليل، التحاليل دي مختصه بالامراض الوراثيه، و
الأمراض المنقولة جنسيا، عندنا كشف عام على الصحة الجسدية بشكل عام، عندنا توعية وتثقيف صحي، وعندنا إحالة إلى المستوى الآخر من الخدمات العلاجية. هو الإجبار ده في مصلحة الزوجين، يعني هو مش في مصلحة أي حد غير في مصلحة الطرفين، حتى لو عنده مشكلة أو عنده مرض ما ظهرش الأعراض. إحنا عندنا مشكلة دايما، إحنا بنستنى الحاجة لما توصل لآخرها خالص فالأعراض تبان، نروح نتعالج نلاقي إنه لو كنا رحنا بدري كنا لحقنا نفسنا. الكشف المبكر كان مهم، فبالنسبة لنا ده مهم جدا يعني. برافو، يعني يمكن ده بينقلني نقطة مهمة جدا، إن فعلا إحنا حتى مش يمكن بنحاول نزود الوعي فيها، وفرصة تواجدنا مع حضراتكم في برنامج متشاف زي صباح خير يا مصر. صلاحية الشهادة 6 شهور. ابتدي بدري، ابتدي وروح وابدأ تحاليلك بدري. لا قدر الله، لا قدر الله اكتشفت ان في حاجة. انا ما بقولش بوظوا الزواج او ما بقولش وقفوا الزيج، بس مش فرصة نتكلم مع بعض، مش فرصة نتناقش، مش فرصة نشوف احنا هنقدر على اللي احنا داخلين عليه ولا لا. قدرتوا تفضلوا كملوا زواج الزيج، ما عندناش اي مشكلة. مش قادرين، وصلتوا لحل تاني تالت رابع خامس ايا كان اللي هيتناسب معاكم، بس نبقى عارفين احنا داخلين على ايه. نبدا يمكن لما اسمع رساله في التثقيف الصحي او في الاول عن ان الحياه الزوجيه مسؤوليه، هو ده مش ممكن يصير في عقلي شويه اسئله؟ هو انا داخل على ايه؟ هو اللي هيحصل ايه الصبح اول يوم لما نلاقي بعض مختلفين؟ احنا اتنين عايزين ورك الفرخه، هنتفق ازاي؟ دي مصيبه دي. ابسط الحاجات قبل اكبر الحاجات عشان نقدر نعمل بيت سليم. انا بحس ان المشكله انه دايما احنا عندنا الفانتسي بتاعت الجواز والحب والحاجات دي كلها، او الناحيه الثانيه الناس اللي بتخوفك تماما من المنظومه دي، وابعد عنها، والجواز ده حاجه وحشه، او الجواز ده حاجه عارف اللي هو الفيديوهات اللي بنشوفها على مواقع التواصل دي اللي بعد كده تلاقيها حاجه ثانيه خالص. لكن هو في حاجه ما بين الاثنين، يعني هو لا ده ولا ده، هو حاجه ما بين الاثنين، حاجه واقعيه اكتر. زي ما حضرتك قلت، هتصحى من النوم هتلاقي نفسك ممكن انتوا الاثنين عايزين نفس الحاجه ومفيش غيرها، هتعملوا ايه ساعتها؟ فده مهم ان احنا نقعد ونتكلم، وده جانب مهم قوي حضرتك اتكلمت عنه. ازاي بنرفع الوعي عشان نخلي الناس تيجي وتكشف ويبقى عندها قبول للموضوع ده؟ لان انا متهيألي يعني بعض الناس لو بنيجي نتكلم مع بعض، انت مخونني او انت مخوناني في حته انه انا ما عنديش حاجه، انا زي الفل، صح؟ مش بتسمعوا الكلام ده كتير؟ ازاي بترفعوا الوعي بقى؟ بنعملها باكتر من شكل. يمكن يعني الفتره اللي فاتت يمكن الناس كلها ملاحظه ده، واتمنى انه يكون واصل للناس، ان في تغير نوعي كبير قوي في طريقه التوعية وتقديم الخدمة في وزارة الصحة في السنين الأخيرة، وخاصة مع دخول المبادرات على الخط. فهتلاقينا لو جيتي تبصي على مجموعة مراحل قبل إن أنا رايح الفحص، وجودي مع حضراتكم النهاردة ده نوع من أنواع توعية الناس باللي احنا رايحين عليه. الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والبوستات اللي بتنزل باستمرار على فحص المقبلين على الزواج. دورنا كالمبادرات، معظم المبادرات او 90% من المبادرات بتقدم في منشاه اسمها منشاه رعايه اوليه. مصر عندها شبكه من منشات رعايه اوليه ملهاش مثيل في العالم، 5400 منشاه رعايه اوليه، وحده ومركز رعايه اوليه موجودين في كل قريه ونجع ومنطقه فيك يا مصر. شبكه كبيره جدا، الناس دي واللي شغالين فيها هم من اهل المنطقه، فهم رسل للتوعية والتثقيف الصحي جوه منطقتهم. فأدي لاين كمان، يجي اللاين نفسه بتاع المنتفع لما بيوصل لي المنشأة بيقطع التذكرة، بيتعمل له التحليل، بياخد جلسة تثقيف صحي عامة لحد ما بيكمل الخط بتاعه، النتائج الأولية ظهرت، بيقعد مع الدكتور ويديله جلسة تثقيف صحي عن أي حاجة لقاها في التحاليل اللي ظهرت او في الفحوصات اللي ظهرت. لا قدر الله اكتشفنا اي حاجه محتاجه احاله الى المستوى الاعلى، انه يروح مستشفى، انه يروح مكان اكثر تخصصيه في الخدمه، بنحوله وهناك ياخد توعيه وتثقيف صحي. جنب ده كله بوكلت صغير كده بيتسلم له
في أهم الرسائل الخاصة ببناء الحياة الزوجية فيما يخص الصحة الإنجابية بشكل عام زي ما تكلمنا. ويمكن سريعا، صحة إنجابية يبقى تنظيم أسرة، ولادة طبيعية، رضاعة طبيعية، متابعة حمل، متابعة طفل، صحة عامة للزوجين، وإزاي نوصل لده في أن يبقى عندنا أسرة سليمة. طيب إيه طبيعة الدعم النفسي اللي بيقدم للمقبلين على الزواج؟ يمكن بيكون بسيط في المرحلة الأولانية، لاين صغير جوه المنشأة بتاعة الرعاية الأولية في هيئة تقييم سريع كده من مجموعة من الأسئلة. لكن الـ الأهم أنت إيه اللي بيجي من وراء الأسئلة؟ يعني الأهم مش كم الأسئلة نفسها بس الإجابات، وكوني أصلا أفتح معاك الموضوع فأسألك سؤال فيشغل فكرك فتروح تدور عليه أو تبص عليه أو تسأل أقربك، الناس اللي دخلوا قبلك، حد متزوج من زمايلك أو الكلام ده كله، فتبدأ توعية، تفكير، قرار. هو دي أهم حاجة احنا عايزين نوصل لها، قرار سليم، قرار مبني على أسس سليمة صحية واجتماعية ونفسية. احنا كمان بنتكلم عن تنظيم الأسرة بقى نفسها والتباعد ما بين الولادات، كلمنا عن الموضوع ده. يعني يمكن الصحة الإنجابية أكتر من مدخل، لكن كلهم بيحققوا الهدف الكبير وهو دورة حياة المنتفع. البني آدم بيعدي في حياته بمجموعة من المراحل، كل مرحلة بيبقى ليها الرسالة المتناسبة معاه، وده كمان اللي احنا غيرنا فيه أسلوب شغلنا في السنين الأخيرة في منشآت الرعاية الأولية وفي رعاية الأمومة والطفولة بشكل خاص، إن احنا ما بنفكرش في الخدمة قد ما بنفكر في الشخص نفسه، وإحنا بنفكر في الشخص بنشوف إيه اللي يتوافق معاه في الفترة دي. فمن ضمن المداخل الجيدة لمبادرة المقبلين على الزواج إنك توعي الشخص بإنه محتاج شوية وقت يستقر فيه جوه بيته قبل ما يشيل مسؤولية حد تالت. صحيح. فبتبدأ تديله بعض التوعية عن أهمية التنظيم الأسرة. طيب حضرتك خلاص قادر إن أنت تجيب الطفل ده، وانت جسديا ونفسيا واجتماعيا وماديا قادر، كون مفيش مشكلة، لان احنا زي ما اتفقنا في اول قعدتنا مفيش اجبار او رفض او قبول، لكن في تفتيح مدارك، في فكر علشان ندخل لقرار سليم، فتوصل حضرتك ان انت هتنظم الاسرة. طيب نظمت اسرة، مش هتنظم، عايز طفل، اكلمك او ابدأ ادخل معاك في مبادرة أم وجنين وخدمات بعد كده لمتابعة الحمل ومتابعة الطفل. طيب جبنا طفل عايزين نربيه بقى، عايزين نكبره، عايزين نقدر نصرف عليه، وكلمة نصرف عليه دي مش مالية فقط، مش إن أنا معايا فلوس أجي اهتمام. دايما يقولوا في فرق بين التربية والرعاية، يعني التربية حاجة والرعاية حاجة، بس أنتوا هنا النهاردة بتحاربوا فكر مرسخ في المجتمع. يعني أنا لسه مخلفة طفل صغير، ودايما الناس تقول يلا بقى التاني، عارف دايما حتى احنا عندنا ايه، انت ما اتجوزتيش اتجوزي، اتجوزتي خلفي، خلفتي هاتي التاني، فاهم قصدي؟ فانت بتتكلم على فكر النهارده مرسخ في فكر المجتمع، فانتوا النهارده بتحاربوا ده، وهنفضل نحارب. يعني سلوكيا وعلميا تغيير السلوك لونج تيرم، يعني مشوار طويل. انا ممكن اقول لك حاجه تقتنع بيها النهارده، لكن هتنفذها النهارده وبكره وبعده، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. هنفضل وراه لحد ما يترسخ جوانا شويه بلايحه او بقانون او بتغيير في حاجه كبيره، وشويه بتغيير في السلوك والعاده، بانك لما تلاقي نفسك الوحيد اللي بتعمل كده وكلنا حواليك بنعمل حاجه تانية، شويه انت كمان هتتغير وتيجي معانا مع الوقت. لكن الاستمرارية، ان احنا كلنا الفريق كله يبقى دايما بيترفع كفاءته علشان يشتغل على التوعية والتثقيف الصحي جنب تقديم الخدمة الصحية، هيكون هو الوسيلة اللي كلنا هنوصل ليها. بالإضافة أخيرا للتغير الجميل برضو اللي حاصل في أكتر من حاجة، تضافر أكتر من جهة، المشاركة الكبيرة اللي حاصلة من جهات مختلفة. انت بتشتغلش لوحدك، الصحة عليها دور كبير، لكن الأزهر عليه دور،
الكنيسة عليها دور، الإعلام عليه دور، الإعلام عليه دور. كل واحد فينا في حتته شغال في جزئية عشان نوصل في الآخر للصورة الكاملة، عشان نوصل في الآخر نكون عندنا أسرة متماسكة بيقدم ليها كل أشكال الدعم النفسي والاجتماعي، وفي نفس الوقت أي حد فينا يتمنى أن يكون يخلف طفل خالي من التشوهات، ما فيش أي مضاعفات، وده ميزة من مميزات هذه المبادرة. على كل بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سمير الدميري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا فيه.